اهلا حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. كي دايرين؟ شخباركم؟ كلشي مزيان؟ اموركم هانية؟ سنك سنك. اليوم بغيت نشارك معكم واحد النهير زوين. اليوم ديال عيد ميلاد ديال بنتي كنزة. مهم، ما درتش عيد ميلاد كبير حيت راكم عارفين ما يمكنش ليا نعيط على العائلة، حيت مع الوضع اللي كان دابا ما كاينش التجمع. المهم غنوريكم، نقلب لكم الكاميرا نوريكم غير الطويبله اللي درت انا، عرضت على عجوزتي دابا تشرب معايا قهوه وبالليل نتعشاو جميع. المهم دايره، المهم دابا هي الطويبله اللي درت. المهم قبلوا عليها شي حاجه بسيطه، راكم عارفين ما كاينينش الناس بزاف. كاينه هاد الكيكه هادي قطعت على هاد الشكل هذا، دونات، وهاد الكاطو هذا خديته هكا كلاسي، ولكن درت ليها انا ديكوراسيون من الفوق. وهاد لا طارت هادي انا اللي درتها البنات. قولوا لي كي جاتكم، كي جاكم ديكوراسيون، كي جاتكم لا كريم في الغوز بينك. صراحه غتكون زوينه، حتى انا سقيتها البنات. راكم عارفين ملي كتسقيو لا طارت كتجي غزاله، اكثر هي كريمه الا كانت لذيذه كتجي غزاله. قولوا لي كي جاتكم لا طارت اللي درت. وهاد العيبات هادو شريتهم سامبل ودرت فيهم الشكلاط البيض وهاد ديكوراسيون.